اهلا وسهلا فيكم مشاهدي شاشه الراي. مثل ما تعودنا كل يوم معاكم من خمس لست في رايكم شباب، مواضيعنا الشبابيه، بس اليوم غير. طبعا كل عام وانتم بخير وكل عام والكويت بخير. اليوم احنا مو بالاستديو، بالمخيم انا وصالح عشان اوريكم اجواء غير واحتفالات. هلا فبراير، شلونك صالح؟ اهلا شيخه، سعداء بالتواصل معاكم. احنا اليوم مغيرين جو ورايحين للبر والمخيم، راح تشوفون اجواء سعيده بمناسبه الاعياد الوطنيه على ديرتنا الكويت. الاجواء وايد حلوه، فلازم نكسر الروتين ونغير جو، فاخترنا انا وشيخ اليوم ان احنا نتوجه مع طاقم وكرو تلفزيون الراي وبرنامج رايكم شباب. من الحين نقول لكم خرجتنا ساره واحمد طلب ومحمد الحاج، احنا موجودين والكرو كله ان شاء الله بعد شوي اقول لكم اسمائها واسمائهم كلها، فتواصلوا معانا بوايد فقرات. شنو اكثر شيء يعجبك في العيد الوطني وعيد التهنئه، واكثر شيء ما عجبك؟ اكثر شيء عجبني اول شيء الهدوء، نظام الشوارع، وايد اشياء، الاغاني الوطنيه. طبعا يتسابقون المغنيين والشعراء على الاغاني الوطنيه الجميله بالاعياد الوطنيه. اليوم صراحه احنا مسوي لهم مفاجات وايد كبيره صالح، صحيح. بس ما راح نقول كالعاده اليوم شنو عندنا، اكيد راح تكون مفاجاه حقكم. ألوان علم الكويت واضحة على ملابسك يا شيخة. هذا العلم، علم الكويت اللي إن شاء الله يتم دايماً عالي. شوف أنا حافظ شيء أبيات صغيرة قبل لا ندخل في الأجواء، لأن رسم لي الصباح عصفورة خضراء وغيمة بيضاء وغضمة سوداء تبدد الأعداء. الله صحيح، كل لون صاحب دنش، كل لون من ألوان علمنا الكويت، الأسود والأبيض والأخضر والأحمر يرمز إلى شيء معين، صح. فإن شاء الله دائماً يظل علم الكويت علم شامخ، علم عالي. طبعاً نذكر المشاهدين إحنا موجودين في مخيم 7 بارز، مطعم 7 بارز مسوي هذا المخيم بمناسبة الأعياد الوطنية. في الكثير من الشخصيات الإعلامية والفنية المتواجدة هنا معنا في المخيم، وراح تشوفون وايد فقرات وأسئلة وأشياء وايد كثيرة وعديدة. نعم، فعاليات هلا فبراير الجميلة راح تكون معنا اليوم. صالح، شنو أكثر شيء تحبه بالأعياد الوطنية؟ فرحة الناس، ان الناس دائما مبتسمين واعصابهم هادية لان الجو يساعد، وهم احب الاغاني والحفلات الغنائية والسوالف هذه كلها، احس انها تعطي وتطفي جوا من المرح والسعادة والاناسة والوناسة. تعطيك الاناسة والوناسة الاغاني الوطنية، انا مزهدك لك مفاجأة، خلونا نشوفه. وجهك مراية لقلب الحلم والإيمان، وعدل وحكمة وطيب وتواضع فاق تقديري، أحس إنك أخو ودعت شعبك كلهم أخوان، وأحس إنك أبوهم يا سمو الطيب يا مير. سماحة وجهك مراية لقلب الحلم والإيمان، عدل وحكمة وطيب تواضع فاق تقديري، أحس إنك أخو وتعد شعبك كلهم أخوان، وأحس إنك أبوهم يا سمو الطيب يا أميري. سماحة وجهك مراية لقلب الحلم والإيمان، عدل وحكمة وطيب تواضع فاق تقديري، أحس إنك أخو وتعد شعبك كلهم أخوان، وأحس إنك أبوهم يا سمو الطيب يا أميري. قلبه أمم وطان، وحبك للكويت وأهلها أكد لي تفسيري، تحب الكويت وتحب الكويت المجد والعرفان، تحب الشعب ويحبك شعبها فوق تصوير. نعم أنت الوحيد اللي وسع قلبه أمم ووطان، حبك للكويت وأهلها أكد لي تفسيري، تحب الكويت وتحب كويت المجد والعرفان، تحب الشعب ويحب شعبها فوق تصويري. نعم
صارت بلادك أسعد البلدان، وهلها تعجز توفي معانيهم تعابيري، يا كيف أبدأ وكيف أنهي قصيدي في حضور إنسان تملكني بغلاه وساكن بقلبي وتفكيري. صباح الطيب صارت بلادك أسعد البلدان، وهلها تعجز توفي معانيهم تعابير، يا كيف أبدأ وكيف أنهي قصيدي في حضور إنسان تملكني بغلاه ساكن بقلبي وتفكيري. صباح أجواءنا في المخيم رائعة بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية الخاصة بديرتنا الكويت، بلد الصداقة والسلام والأمان وايد أشياء، فإحنا اليوم وايد مستانسين وبين علينا الفرحة، فقعنا نتجول بأرجاء المخيمات وشفنا كذي عائلة فاطمة السليمان وريم السليمان، حياكم الله. الله يحييك. أهلا وسهلا ريم. الله يحييك. هلا صالح، شلونك؟ انا زين، بس لا تبعدون وايد، خليكم يمي قراب على اساس نستمتع بالاجواء الموجوده وننقل الصوره حق الناس. ريم، اول شيء تهنين منو؟ صراحه انا هني اول شيء اميرنا وشيخنا شيخ صباح، وهني ولي عهده على الاجواء. هلا فبراير، وانا ادري ان انتم وايد مستانسين وراح يبين اكيد وناستكم والاجواء اللي موجوده مني. فاطمه، انا ادري ان اليوم عيد ميلادك، كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحه وسلامه. برجها حوت، احنا متشابهين في الابراج انا وفاطمه. فاطمه، ايش رايك في الاجواء؟ انت دائما تحرصين تروحين البر؟ دائما كل سنه، والاجواء وايد حلوه ووايد استمتعنا والجو وايد حلو والفعاليات وايد حلوه حق الاطفال، بصراحه وايد استانسنا. انزين، بالنسبه حق المسيرات اللي صارت، انت معاها تحبين تشاركين في المسيرات ولا لا؟ والله مو دائما، بس ودي بنتي اكثر شيء يعني. بالنسبه لك فاطمه؟ والله اليوم جايب عيالي سانسون، والحمد لله الاجواء وايد حلوه ووايد استمتعنا بصراحه. شكرين وايد، ما بعطلكم اكثر من كذي عشان تستمتعون بالاجواء. تكلتها ولا بعد؟ والله انا والله ناطرين الغداء الحين. وفاطمه وياها. حتى احنا، حتى انا. يعطيكم الف عافيه، ما قصرتوا ريم وفاطمه. هاف فن، ثانك يو. مكملين معاكم بلقاءات مع الاسر والعوائل اللي موجوده مني، تابعونا. ما زلنا معاكم من خلال هذه الحلقه الخاصه بمناسبه الاعياد الوطنيه مع الراي ورايكم شباب، ومعنا الاخ صالح. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. عم تبخير. انت بخير، صحه وسلامه ان شاء الله. شنو تحب تقول بهذه المناسبه العزيزه على قلب كل كويتي وكل من يعيش على هذه الارض؟ والله لا شك انها مناسبه يعني ننطرها سنويه احنا كل مره، وجميع الكويت تفرح، جميع الناس يعني المواطنين الوافدين. طبعا هني فيها قيادتنا السياسيه على راسهم بابا الصباح شيخ صباح الاحمد ولي عهد الامين والحكومه وجميع الشعب الكويتي. هل في طقوس معينه دائما تحرص ان انت تسويها في الاعياد الوطنيه؟ بمعنى دائما تكون في الكويت ولا ساعات تضطر انك تسافر؟ والله اغلب الاحيان اكون بالكويت، لان يعني تكون فيها يمعة حلوه، شطه حلوه، حفلات بالليل يعني هلا فبراير. بالاضافه يعني اذا كان الجو حلو اكيد الناس تتيمع تطلع بر، فالاجواء هذه جدا حلوه، ما نسافر فيها غالبا. شنو الفعاليات اللي تحرص ان انت تسويها في الاعياد الوطنيه 25 26؟ احنا اوريدي عندنا الاحتفال يكون 25 26 27، يعني لحد ما ينتهي شهر فبراير. والله شوف يعني الفعاليات مستمره، انا عندي من اول فبراير يعني سبحان الله، احنا من زمان يعني من الصغر من يجينا شهر فبراير 1 2 تشوف نفسيتك غير، يعني ما شاء الله الجو دائما ربيع وايد حلو يعني يبعث على السرور. لا احنا يعني دائما انا مع الاهل مع العيال نطلع مجمعات، نروح انشطه، اماكن الزحمه قبل كنا نروح يمكن المسيرات، وهذا الحين شويه كبر عليها. شباب روح. الله يحفظك، الله يخليك، حق عيال ودي الاهل يشوفون يستانسون يعني. اكيد معك الاهل بالمخيم. اكيد اكيد، جايين انا والاهل العيال كلهم ان شاء الله. شكرا، يعطيك الف عافيه، ما قصرت. عافيه، الله يعافيك يسلمك. احنا نشكر قناتكم بعد على اللقاء الحلو هذه،
ودائما مغطيه المناسبات الحلوه اللي ديرتنا. الله يعطيكم العافيه. يعطيك الف عافيه. مكملين فقرات برنامج رايكم شباب بحلقتنا لليوم، وهلا فبراير وهلا فاصل. يا جنتي وصيتي واحضنها بشوق، حبك ابد ما صار. رجعنا لكم يا اعز الناس، تواصلكم رفعنا الراس مع الراي وبرنامج رايكم شباب. والاحتفال بالاعياد الوطنيه مناسبه عزيزه على قلب كل كويتي وكل من يحب على هذه الارض الطيبه. الكثير من الفعاليات التي تقام على ارضنا الكويت، ولكن اليوم احنا متواجدين مثل ما انتم شايفين كتغيير جو، طالعين برا وتحديدا في مخيم 7 بارز، سواعد كويتيه رجاليه ونسائيه تقيم مثل هذه الفعاليات. عشان كذي راح تكون معنا الحين اللي مسويت لنا هذا المخيم، هدفها الأول والأخير رسم البسمة والسعادة على شفاه كل كويتي وكل من يحب الكويت. معنا الحين سيدة الأعمال وصاحبة مطعم 7 بارز مها العجمي. أهلا وسهلا. هلا والله، حياكم الله. الله يسلمك، سعداء بالتواصل معك. وإحنا أسعد وبالبرد بعد وناس التواصل حلو. وشكرا على الانفيتيشن والدعوة أن إحنا اليوم معك. الله يسلمك. هذا المخيم، أو شنو حابة تقولين في بداية حوارنا؟ في البداية أحب أبارك حق أميرنا ولعهدنا والشعب الكويت واللي عايشين على أرض الكويت بمناسبة العيد الوطني وبالأيام الجميلة هذه، وإن شاء الله يا رب تكون دائماً أيامنا حلوة واحتفالات وسعادة يا رب. نعم، إحنا نكون دائماً سعداء بوجودك ووجود الأجواء الحلوة والناس الطيبة اللي موجودة هنا في المخيم. إحنا ندري طبعاً أنت كل سنة تسوين المخيم، بس السنة أحس المخيم غير. إيه، كل سنة تي أفكار جديدة، تعرف صالح كل ما جاتنا فكرة نزيد هذه السنة اللي وراها. صحيح، عشان بعد الناس تستانس ما يصير شيء ممل يعني. نعم. فاحنا كل سنه نفاجئ العالم بشيء جديد. شنو مسوي هالسنه؟ هالسنه انت شفت اول شيء المخيم اكبر حجم من المخيمات اللي قبل سويناها، ما شاء الله يعني مساحته وايد كبيره والخيام اللي موجوده فيها كثيره. ثاني شغله بعد اللي جايين ضيوف ما شاء الله راح ان شاء الله بتشوفونهم. نعم. ناس ما شاء الله معروفه وبيسوي لنا اجواء حلوه ان شاء الله. نعم، في دي جي بعد. ايوه، دي جي الدخيل موجود اللي هو يعتبر من اشهر الدي جيهات. والله انا بالنسبه لي صراحه انا عندي قوي، ايش رايك؟ طبعا اكيد قوي. هو مشهور عندنا وشاب يلعب بالاغاني وشطور ما شاء الله. بعد الاجواء الوطنيه محتاج نجهز. اي طبعا. واحلى اكل بشابيس ولا مبش مبش ربيان ومعبوت، لا تنسى المعبوت. انت دائما تحرصين ان انت تشرفين على كل طبعا صغيره وكبيره. اي لازم ضروري، يعني الناس جايه تبي تستانس وتاكل لقمه حلوه ونظيفه واجواء حلوه، يعني لازم اشرف على كل شيء. تعرفني حاره طبعاً. ما اقدر. اكيد. انت مختاره مجموعه من الشخصيات الاعلاميه، انت وجهت لنا دعوه فريق رايكم شباب. صح. ايضا في مذيعة عبد الرحمن دين، مذيعة فاطمة ابو حمد، وهم اختاره شخصية مشهورة في عالم الانستغرام فؤاد هانم. وانا الاحظ دائما ان حضرتك تختارين شخصيات من الانستغرام، ايش معنى؟ لانه ما شاء الله عليه، يعني هو انا لاحظت يعني الفترة هذه انه هو اكثر واحد يعني من المتابعين له، وعنده صاحب نكتة حلوة والناس تتابعه، فصراحة هو ممتع. انا واحد يعني ضحكنا. أيه. فحبيت ان نسوي معاه هالمره لما عزمته على ابو نسوي مثل مسابقه مع الناس من يتعرف عليه. أيه. لانه هو شكله مو حاطه مو معروف، فقلنا خلينا نسوي مثل جيم. أيه. ان يبغى نشوف منو يقدر يتعرف عليه وياخذ له هديه. بس انا اعتقد انه ما حد راح يتعرف عليه. ما ادري ايش درك الا اذا انت فضحتي. لا لا لا، ما او انا افضحه. لا انا عرفت شكله. اي لا، تحياتنا حق فؤاد هانم، لما وايد خفيف بعض الايام او لحظات يكون عنده بعض الانتقادات اللاذعه، بس تتم مؤدبه ومحترمه. صح. وتلامس بعض القضايا اللي موجوده. صح. في مجتمعنا. استاذه ما انت تسوين دائما مثل هذه الفعاليات طوال السنه، ليله راس السنه، فالنتاين داي، في بعض الاحيان عيد الام، كل المناسبات اللي في الكويت. حتى رياضيا ترى كاس العالم قاعد اجهز حق شهر 6، يعني اشياء قويه، يعني تعرفوني انا. صح. يعني انا اي مناسبه يكون فيها رياضة، فيها مؤتمرات فنية مثلا، يعني يكون فيها فعاليات مشاركين فيها كويتيين، أنا دائما أكون أول الناس اللي أشارك فيها. نعم طبعا، راح أحط لك شاي الحين هذا الثاني في هذه الأجواء الباردة. إذن شنو أكثر فعالية، بما أن حضرتك امرأة دائما يقولون مثلا الحريم
دلوعين او اهتمام شوبينج وهالسوالف. إيه ما يمنع، ما يمنع، احنا دلوعين واهتمام شوبينج، بس ما يمنع ان نكون جديات بوقت الجد. صحيح. يعني الوحده بعد المراه يعني تحافظ على انوثتها. صحيح. وتحافظ على شخصيتها العمليه، ما يمنع. اذا شنو اكثر فعاليه تتعبين فيها من الفعاليات اللي تسوينها طوال السنه؟ تاخذ منك وقت وجهدك تفضلي. طب الصج والله كل فعاليه ولها مجهودها. يعني انا وحده احب، يعني دائما احب، تعرفني صالح، استبشر بخير كل سنه. يعني صحيح. مثل راس السنه احب يكون عندنا، استبشر انها سنه جديده ان شاء الله. أيه. بجميع سياسيا اقتصاديا اجتماعيا. صح. انا اقول يا ربي سنه خير. صح. مثلا الحين عيد الوطني هم استانس الحين ان الناس مشاركين، هم اتعب فيها. كاس العالم الحين جاي، قاعده احط مجهود كبير عشان ان شاء الله كاس العالم. صحيح. في عندك اشياء رمضان تقريبا بشهر 6 هو. أيه. راح يكون اعتقد شوي شهر رمضان. احنا مستعدين ان شاء الله، من الحين قاعدين نستعد ان شاء الله. يلا الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يسلمك. والشيء الحلو هني في المخيم من الاجواء عائليه، يعني حتى حضرتك شايبه. أيه. بناتك. أيه. جو اسري عائلي موجود هني. صح. في المخيم. بالنسبه حق الصعوبات او المشاكل اللي تواجهنا، نبيش تكوني صريحه. اخاف بعدين. لا ما في خوف، احنا دوله مؤسسات. لا احنا ديمقراطيه ما عندنا. فليش تقولين دائما في علينا قيود، وهذا اللي احنا ننادي فيه، في ان الوناسه مو حرام. لا مو حرام. يعني انا بصراحه يعني ما ابي اقول انه يعني ان عندنا صعوبات، بس انا احس احيانا ان الناس تبي تستانس، بس في امور تتعقد. يعني مثلا الحين لما تسوي ايفنت انه بالمخيم، انه مسوي حاط موسيقى حلوه، الناس متجمعين، الحمد لله يعني ما واجهت فيها صعوبات. بس احيانا لما تسوي تقول براس السنه او عشر راس السنه وتكون انت مسوي فعاليه، يقول لك ممنوع. طيب ليش ممنوع؟ شنو الفيل ممنوع؟ يعني انا بعرف مثلا انا اعطيته، اذا انا مسويه يعني كل الامور اللي ماشيين عليها قانونيا، ما عندي شيء انه يمنع ان نسوي مثلا اجواء حلوه، عشاء طيب، موسيقى حلوه، عوائل زين. يعني شنو اللي يمنع؟ صحيح. انا ما ادري يعني، خلي خيرنا بديرتنا. ليش الناس تسافر؟ خلوا احنا قاعدين نستانس، بس بحدود العادات والتقاليد، بحدود الشيء المسموح فيه والضوابط. صح. بس يعني ليش كل شيء عندنا لا ما يصير ممنوع؟ انا هذا اللي يعني مستغربته. والدليل ان فعالياتك فيه موجود فيها الاعلام. صح. والانستغرام. انا دائما معناته ان كل شيء فيه صحيح وقانوني. صح. قاعد يظهر للناس، استقطاب الناس. يعني انا اشوف والله ما قاعد جاملك، ان انت ممكن تعتبرين وجه سياحي او استقطاب السواح. ترى هذا المسافر السعوديه والامارات تحديدا يعرفون عن الفعاليات اللي تسوينها، يسمعون عنها عدل. لا فينا الحمد لله عندنا في شباب ما يقصون والله يسوون. أيه. بس في ناس يعني تعرف يعني تقدر يعني توصل مثلا للاعلام، في ناس يمكن ما تعرف شلون طريق انه توصل للاعلام انها تظهر المناسبه. أيه. يعني ما تدري، بس في والله في شباب، ولكن يمكن من كثر ما يواجهون مشاكل يستسلمون. انت ما قاعد تستسلمين. لا ان شاء الله ما يستسلمون. لا تقول كذي، انا عندي طاقه ايجابيه ما احب الطاقه السلبيه. لا ان شاء الله في خير بالكل ان شاء الله، وان شاء الله دولتنا تشجع الشباب ويصير الامور هذه ان شاء الله يا ربي عندنا الاحتفالات بالاعياد بالمناسبات، انه شيء يكون شيء معتاد عادي. صح. ليش الناس بالمناسبات تسافر؟ صح؟ ليش؟ خلينا نقعد بديرتنا ونستانس. اي والله احنا وايد مستانسين، واليوم مهل عجمي سويت لنا اجواء رائعه الحمد لله. في ناس وايد طافهم هالسنه، بس ان شاء الله السنه الجايه كلهم متواجدين ان شاء الله. فعاليات اللي تقيمها لنا استاذه مها العجمي، شلون دراسه طلبه وطالبات؟ يلا بنداوم الاسبوع الجاي. الكليه راح تبلش ان شاء الله. ان شاء الله قلت لك الله يحفظك. احنا خلصنا معك، نبيش تستمتع. انا ادري انا بيكم بعد انتم تستمتعون شوي، يعني تدورون وبعدين تكملون لقاءاتكم. ايش رايكم؟ راح نستمتع وانا مموش. إيه صالح يلا مع ربيان. بربيان ثانك يو سو ماتش مها العجمي. خروحك شيخه يلا شوف شنو عندك. صادفنا هنا بالمخيم المذيع الإعلامي تلفزيون الكويت عبد الرحمن الدين. عبد الرحمن سلام. هلا شلونك؟ تمام. شو أخبارك؟ أنا بوكي ماركت. أوكي يلا شلونك؟ أنا بخير. شو أخبارك؟ تمام. شو قاعد تسوي هني؟ والله جايين يمعت أهل اليوم ومساسين بالمخيم. لازم ليها لازم بنيتي الحبوبة، فمشغلها بنيتي الحبوبة عشان تسكت. حياتي. من هذه عبد الرحمن؟ هذه سارونة. سارونة شلونك؟ سارة الشرطي. سارة فؤاد الشرطي. والنعم. والنعم سارونة شلونك؟
ظاهر مستحية. عبد الرحمن بنسألك شو رايك بالأجواء، الأجواء هلا فبراير والعيد الوطني؟ يعني شوفي اليوم الواحد بصراحة يعجز لسانه عن انه يتكلم عن ديرته الكويت. احنا سعيدين اليوم انه في الكويت هذه احتفالاتنا، نفرح حيل بالايام الوطنيه اللي قاعد تعيشها ديرتنا الغاليه الكويت. وبالنهايه احنا يعني قاعدين نعيش عرس كبير جميل جدا، كلها الكويت المعازيم، كلها الكويت هم اللي قاعد يفرحون فيه، ولبسك دليل وايد كبير على هذا العرس. انت لابسه بدله العروسه. اكيد، لان الكويت يعني ما نقدر حتى لو بلبس حتى لو شنو ما نقدر نوفي لها الحب اللي داخلنا. عبد الرحمن، ليش اخترت ان انت تجي المخيم في احتفال بالعيد الوطني؟ شوفي احنا في الكويت معروف عندنا البحر بالصيف والمخيم بالبر بالشتاء، فبالنهايه يعني هذه هي الاجواء اللي احنا نقدر بصراحه ان نعيشها في الكويت. المخيم واحده من الاشياء اللي احنا تربينا عليها من صغرنا، واحنا نطلع كشتات طبعا كان البر غير والمخيمات كان غير، تتذكرين يعني؟ صح. الحين هي كافيه يمعة الاهل بصراحه، وين ما تكون بمخيم ولا ببار ولا ببحر، بالنهايه يمعة الاهل هي الوناسه. وساره مصره تعدل المفرش، عافيه عليك، عافيه. هو قاعدتنا قاعد تسوي اتحاد بين سارتين، سارتنا المخرجه وسارتنا الطفله، قاعد تساعدها. ما شاء الله نفس البياض يعني شويه فيهم شبه ونفس الحلق. صح. زين عبد الرحمن، احنا طبعا استانسنا ان شفناك اليوم. ان شاء الله تستانس في هذه اللقاء. حبيبي ان شاء الله. مو مستعد لا شكليا ولا شيء، بس لا بالعكس، هذا المخيم شنو لبسه؟ اكيد حواني استمتع ان شاء الله بجاكيت الاسكيمو. الله ينن، اصلا الجو هو يبي له كذي، الجو شوي صاير بارد، فاتمنى انك تستمتع اليوم في هذه الاجواء. احنا مستانسين وايد ان شفناك، يعطيك العافيه. مشاهدينا طبعا ما خلصت مفاجاتنا ولا خلصت فعاليات هذا المخيم، خلونا نشوف بعد اكثر شنو المفاجات اللي مذهبينها. يا دانة الدنيا ويا تاج الاوطان، يا كويت يم الخير والعز والطيب، كلك فخر من دارس الوالد اسمان، شمسك تغار من القمر لا جت تغيب. الفاصل ومكملين معاكم هذه الأجواء الجميلة. مثل ما قلنا لكم نحن بمخيم قاعد نحتفل في فبراير ومكملين احتفالاتنا الجميلة طبعا من الفرق. احنا مفاجأتنا ما خلصت، من الفرق اللي مشهورة بالكويت وبدأت تنشر ولها خطها الخاص طبعا بكل فعالية بالكويت لازم يكونون موجودين. تفاصيل كثيرة راح نتعرف عليهم، سناقلهم راح نتعرف عليها ونعرف شنو تفاصيل هذه الفرقة، فرقة فلامينجو. معانا عضو من فرقة فلامينجو اللي هو عبد الله الخير. الله حياك الله معانا. حييك يمجيك ربي يا بعد راسي، يعطيكم العافية ومساكم الله بالخير. مساك الله بالنور، كل عام وانت بخير. وانت بصحة على هذه سلامة. الأجواء الجميلة صراحة مستانسين بوجودكم معانا اليوم، أكيد ما تكمل الفرحة إلا بالأغاني اللي تغنونها. يا بعد راسي ما قصرت. أعرف أول شيء فبراير موسم حقكم أنتم كفرقة صح؟ والله شوفي أول شيء مساكم الله بالخير، والجو وايد بارد صح، يعني هو على موسم شهر اثنين، يعني هو الحمد لله يعني هو موسم كحق الفنانين وحق الفرق، والحمد لله يعني هو أساسا موسم ديرتنا كلها يعني صح، يعني وايد الشهر هذا وايد حلو ونقدر احنا كشباب نقدر نبرز طاقاتنا فيها يعني صح. زين عبد الله، شنو الفعاليات اللي شاركتوا فيها وشنو الفعاليات اللي راح تكونوا متواجدين فيها ان شاء الله؟ والله الفعاليات اللي شاركنا فيها يعني الحفلات يعني الخاصه والحفلات الوطنيه، بما ان احنا الحين شهر اثنين وهم احنا متواجدين معاكم هنا في المخيم. والحمد لله يعني عندنا فعاليه معرض او قريه بي تو بي كي اللي هو كويتي وافتخر. الحمد لله احنا موجودين في مدى الشهر هذا ان شاء الله. ان شاء الله شاركنا الخميس اللي طاف، وان شاء الله عندنا باكر. حياكم الله، واحب اقول حق كل المشاهدين حياهم الله ان شاء
وهم انت علي تعالوا كلكم حياكم الله. اكيد كل اللي يحبونكم راح يكونوا متواجدين وايد ناس ما شاء الله يحبونكم ويتابعون تفاصيل الفرقه وين راح تكون. نبي نعرف عبد الله شنو جديدكم؟ جديدنا احنا الحين قاعدين نجهز كذا فكره يعني كاغنيه وطنيه حق ان شاء الله يعني حق العيد الوطني. وكتجهيزاتنا عندنا الحين قاعدين نجهز حق كذا حفله ومن ضمنهم حفلات مثل ما قلت لك مساء حفلات معرض كويتي افتخر. قاعدين نحاول كثر ما نقدر لان بالسنتين اللي طافوا نزلنا بشكل مخالف عن الشكل اللي قاعدين ننزله الحين. ضايفين معنا ضفنا معنا شباب وبنات كورال وضفنا معنا هم من ايقاعات اساس نسوي توليفه حلوه ونسوي هم خلطه حلوه لان نزلنا السنتين اللي طافوا ونزلنا بشكلنا احنا فلامينغو بس هالمره قاعدين ننزل بتوليفه جديده ان شاء الله عاد تعجب الناس وتكون حلوه يعني ان شاء الله. الله يوفقكم كل شيء تسوونه حلو. مشكور عبد الله. نبي يعني انتوا كفرقه كم شخص؟ احنا 5 اشخاص. 5 اي نعم. اوكي انزين اذا تبون تقررون تغنون اغنيه جديده او سنجل جديد تبي تنزلونه شلون تتفقون على الاغنيه؟ هو شوفوا الاتفاق صاير حق مثلا السناقل او مثلا اذا نبي نطرح مثلا اغنيه جديده اول شيء يعني نشوف احنا بيننا شنو الجو اللي احنا نبي نسوي شنو الجو الاغنيه اللي نبي نشتغل فيها بعدين عاد نتطرق ان نروح حق يعني حق الشاعر او الملحن الشاعر والملحن لانهم اساس الاغنيه فنقعد معاهم نقول لهم ترى جو الاغنيه اللي نبيها كذي خط الاغنيه كذي فيعني تمشي شوي شوي نخلص من الشاعر بعدين نروح حق الملحن نخلص من الملحن بعدين نروح حق الموزع يعني بينكم تعاون اي في الحمد لله اكيد هذه كل فرقه تحتاج الى تعاون بينهم طبعا عشان طبعاً. تقدرون ما شاء الله توصلون حق النجاح اللي انتم وصلتوا له وهذا اللي انتم سويتوه. صح. عبد الله نبي اخر سنجل نزلته شنو هو؟ اخر سنجل اسمها فوقه كلمات الشاعر محمد الشريده الحان الملحن عادل العماني توزيع زيد عادل ميكس اخوه طيف عادل. نعم بكل اسماء اللي انت قلتها تقدر تقلين لنا مقطع منها؟ من عيوني هي تقول هي شوفي كلماتها تقول يلا نحب فوقه نحب فوقه ما نحاتي اي شيء غير الهوى وشوقه الله وتقول يلا نحب فوقه نحب فوقه ما نحاتي اي شيء غير الهوى وشوقه وتكونني وانا كذلك واكون لك عمرك حلالك وغيرنا ما حد في بالك يلا نحب فوقه يا عبد الله يلا نحب ليش لا عبد الله نبي نعرف شنو الصعوبات اللي ممكن تواجهكم انتم كفرقه؟ والله شوفوا الصعوبات يمكن في مثلا يعني لما نكون مثلا رايحين حق جهه معينه ويكونون مثلا هم مو عارفين انه شنو جو الفرقه هو نفسه عارفه شلون؟ اما صعوبات الباقي الحمد لله يعني ماكو صعوبات لان احنا اوريدي احنا الفرقه متفاهمين والصعوبات بس يمكن لما اللي نواجهها بس لما نشوف الجهه اللي مثلا طالبتنا نعرف شنو هم يبون في لان في ساعات جهات مثلا يكلمونا ما يعرفون هم شنو مود الفرقه فاهم علي؟ يعني الحمد لله يعني احنا بالفرقه ما عندنا صعوبات بما ان احنا اغلبيتنا خوال يا حالاتكم الصراحه فرقه تونس يعني بكل مكان موجودين فلما تكونون موجودين الصراحه تسوون اجواء حلوه خصوصا الحين احنا فبراير فنحتاج هذه الوناسه منكم. نبي نعرف شنو اغنيه قاعد تجهزون لها؟ كلمنا عن اغنيه قاعد تجهزون لها مفكرين كيف تنزلونها؟ مثل ما قلت لك مساء الاغاني اللي قاعدين نجهزهم يعني لحد الحين هم بطور تفكير يعني قاعدين يعني نفكر فيهم اللي هم يعني بما ان احنا الحين بشهر 2 وبموسم الاعياد الوطنيه قاعدين نحاول نفكر نسوي اغنيه وطنيه وان شاء الله يا رب انه يعني نقدر يعني اذا خلصناها يعني راح تكونون انتوا اول ناس يعني سامعينها وراح تكون هم من عندكم بس انه يعني هذا اقرب فكره يعني فكره انه يعني الاغنيه الوطنيه. اما كفكره سناقل او اغنيه جديده احنا توها يعني بنونتتنا صغيره فوق يعني توها نازله يعني فيعني نبيها بس تكبر شويه بعدها نشوف لنا بنوته ثانيه. نعم صراحه يعني اهنيكم على هذا التعاون اللي فيكم ما شاء الله فرقه ناجحه اكيد. عبد الله انا بنسالك بس انت راضي على مستوى هذه الفرقه؟ والله شوفي
لو أقول لك والله راضي ما أدري شلون أقول لك، لو أقول لك همن يعني إنه مو راضي همن أكون يعني طماع، بس إحنا كل واحد يعني بالمجال الفني وكوننا إحنا شباب كل واحد فينا يبي الأحسن، عارفة شلون؟ حتى أنت يعني أخيتي يعني في مجال الإذاعة وفي مجال يعني التلفزيون واللقاءات يعني كل واحد فينا يطمح للأحسن، بس يعني هو كمان لله سبحانه وتعالى، عارفة شلون؟ فيعني نتمنى كثر ما نقدر أن نطلع شكل الفرقة وستايل الفرقة واسمنا بشكل يعني يكون محبب للجمهور والناس بشكل وايد حلو، وما يعني ما ينزعجون، فاهم علي؟ فالحمد لله يعني ما أقول لك والله إيه ولا لا، يعني راح أتوفت شوية. لا ما شاء الله فرقة ناجحة، الله يوفقكم إن شاء الله في هذا المجال. عبد الله إيش رأيك نروح نسمع على الستيج أغاني من أغانيكم تشينا؟ يلا نسمع، يلا نسمع، يلا نسمع. مشاهدينا خلينا نروح الستيج نشوف فرقة فلامينكو شنو مذهبين لنا. متواصلين مع كل مشاهدينا الحلوين اللي قاعد يتابعونا من خلال الراي، ومبين عندنا ان احنا صار عندنا ليل الليليانة، واحنا رحنا انا وشيخة فحبينا نغير جو، صح؟ وشيخة ركبت الحصان وانا ركبت الجمل الاخ العزيز اللي عارفينه لعب توه. هي صح صالح، طبعا استمتعنا بالاجواء مثل ما قاعد نشوف الاجواء جميلة جدا جدا جدا، برد وايد اول شيء، ثاني شيء انا صالح مسوين سوسك ما اقدر البسهم وانا راكب على الحبيب، شرينا تسوس غريبه بما الاجواء بعد شوي راح نوريكم شلون الاجواء داخل، ظلمه وليتات وشي اشياء، فكانت الاجواء جميله. اكيد في للحين ما خلصت مفاجاتنا، للحين في مفاجات بعد راح نقدمها لكم. صحيح، يمكن من الاساسيات اللي تكون موجوده في البر او في المخيمات وجود الجمل او الجمال او الحصن كنوع من انواع التغيير، بس ترى المفروض انه يكون في معاكم احد شي شخص، لانه شيخ اختارت الأقصر وأنا اخترت الأطول. بما أنك أطول. بما أني أطول. تدرين في معلومة عن الجمل أن الجمل ما ينسى شفيه. اللي يشوفه ما ينسى اللي ينظلم أبداً، يعني مثلاً إذا تعرض الجمل يعني. إذا تعرض الجمل مثلاً لقسوة أو مثلاً لأي ظلم من قبل صاحبه ما ينسى طول العمر، سفينة الصحراء صح، والحصان طبعاً أكيد الرسول عليه الصلاة والسلام حسنة على الفروسية، فاليوم شيخة فارسة. نعم أنا فارسة. فارسة على جواد بني. صح، أتمنى إني أتعلم صالح الفروسية لأنه شيء جميل. أوكي. وطبعًا هو حاب يتمشى فيك شوية. هو حابك، أنا حاسة. أنا حاس والله نفس الإحساس ما شاء الله، طبعًا يمكن ثاني مرة بحياتي أركب جمل، فتابعونا وتواصلوا معنا. يا صباح الخير يا صباح الخير.
ما زلنا متواصلين معاكم من خلال الفقرات المنوعة بالأعياد الوطنية في الكويت، وعندنا الحين أشهر دي جيز إن كويت، معنا عبد الله الدخيل وأيضا مزيد المسعود، حياكم الله معنا. الله يحييك. الله يحييك. الله يحييك يا عبد. كل عام وأنت بخير. أنت بصحة وسلامة. كل عام وأنت بخير. وأنت بصحة وسلامة يا هلا. طبعا إحنا أغلب مناسباتنا في الكويت ما تكون كاملة وما تنكمل ولا تكتمل إلا بوجود الدي جي، بس في البداية بعرف شو تحابين تقولون بمناسبة الأعياد الوطنية. والله عيد على الكويت كلها على شعب الكويت كله. إي. ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله أيامكم كلها فرح. إن شاء الله. ما فيها حزن إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. مزيد. أنا أقول أول شيء هني الشعب الكويتي وهني إخواني كلهم كويتيين بحلو شهر فبراير. إي. وإن شاء الله دائما أعيادهم وأعياد الأفراح إن شاء الله، وهني كل من قائم عليها. إن شاء الله. مزيد أنت ملسون. النكنيم مالك في الانستغرام ايش معنى؟ معنى انت بالحياه العاديه شوف ابدا غير ملسون. والله هذا شيء خيالي خذيته من ربعي لاني كلها امسك عليهم. اوكي. يعني مجرد نكنيم. اوكي. عبد الله بتكلم معاك عن وجودك اليوم وشان انت تسعد الناس بالاغاني. طبعا اعتقد ان اغلب الاغاني اللي تم او تنطلب منك في المناسبات الوطنيه الاغاني الخاصه بالكويت صح؟ اكيد. شنو أكثر أغاني عليها طلب يعني؟ يعني يا دار، وطني حبيبي، بعد شنو بعد الأغاني الوطنية اللي تنطلب؟ الأغاني الوطنية مثل الأغاني اللي طالعين فيها توم، وطني حبيبي، وهذول حق الشباب الصغار وكذي. ايه؟ هي أصلاً تحية حق الشباب الصغار والكبار، فيها المعنوية وروح داخل، تعطي حق الوطنية يعني عالية حيل. إحنا قاعدين نشغلها وايد بس ما طالبين الناس فيها. أوكي. متى ابتديت بعالم الدي جي؟ متى أول مرة مسكت دي جي؟ بلشت من تقريباً 8 سنين. بس فعلياً بلشت بالعربي تقريباً من قبل رمضان اللي طاف. إيه. شنو بعد؟ بعد مسكني أخوي مزيد. أيه؟ هو اللي طورني. أوكي. والحين صرت أنا على. يعني التلميذ تفوق على أستاذه. والله شو نسوي؟ أنا كنت أمسك الأجهزة ما كنت أمسك اللابتوبات. أوكي. الحين قمت أتعلم اثنين مع بعض. حلو. إذا شنو الصعوبات اللي تواجهونها؟ يعني في ناس وايد يفكرون إن مهنة أو عمل الدي جي شيء سهل جدا، بمعنى إن أنت تمسك لابتوب أو المكسر وتشغل. لا شوف، قبل على أيام قبل لا تطلع لابتوبات والبرامج كان صعب أحد يمسك الأجهزة، وحالياً نفس الشيء. حالياً لا، قامت تطلع برامج على اللابتوبات توفر لك أكثر من الأجهزة. فالعالم كل واحد الحين إيش قاعد يسوي؟ قاعد يشتري له سماعتين ومكسر صغير ويشغلوا فيهم على شنو الجهاز نفسه واللابتوب. نعم. وقاعد يسوي نفسه دي جي وكذي. فالعالم يا ريت يفهمون شنو معنات الدي جي. هو فن. نعم. كل شغلة لها فن. حسب لونه. حسب اللون. أي لون؟ ما فهم. يعني كل واحد وذوقه. يعني لازم الدي جي يكون يشوف شنو ذوق الجمهور اللي قدامه، ما يشتغل على نفسه، يشتغل على شغل الجمهور. حلو. إذا الحين في مجموعة دي جيهات في الكويت، شلون تتميز أنت؟ بمعنى إن أنا لما أسمع إن عبد الله ومزيد مشغلين الدي جي أو الأغاني أفهم إن هذا عبد الله ومزيد مو واحد ثاني. شلون تحطون روحكم؟ روح. أي روح. أي روح. يعني ندش. إحنا ندش. شلون يعني؟ احنا متميزين بمكان معين. ايه؟ هو مقهى وشيشه سفن بارس. ايه؟ معروفه بالساميه. ايه؟ احنا كنا يعني طورنا نفسنا، الله يعطيهم العافيه ويعطي رعاية المطعم العافيه، انها طورتنا من حيث انها قامت تخلينا شنو نستمر عندها. والله يعطي العافيه الشباب اللي مو مقصرين معانا، يعني قاعد يسمعونا وقاعد يطلبون سيديات. صح. اي. وصار لنا جماهير شنو كل واحد يبي سيدي احنا نسويه خاص فينا. حلو. فبدينا بالشغله هذه، بدينا احنا نسوي ريمكسات خاصه فينا ونعطيها العالم كسيديات هدايا. حلو. او مفاجآت يسوونها مع بعض احنا، ونعطي الناس هدايا. فمنها كل واحد قام يسمع سيدي قال ابي نفس السيدي هذا، من اللي قاعد يشغل. فالحمد لله طورنا اكثر واكثر. اخر سؤال، شنو اكثر اغنيه ضاربه الحين؟ والله اقوى واحدة حاليا واقوى للحين اللي هو الابيض. انا الابيض مع صافي الموجود. صافي هم للحين الاكثر طلبا. شمس. شمس احبك موت يا محمد. بعد شيخنا نواف مثل بخر وسنا، نسندك وياها احنا كلنا. شيخنا نواف لك ذخر وسنا، نسندك وياها احنا كلنا. تقريبا وصلنا مع بعض الى ختام جولتنا اليوم.
بمناسبة الأعياد الوطنية، العيد الوطني وعيد التحرير، وجولة رائعة كانت في المخيم وغيرنا جو. أكيد أنا وشيخك. صح أكيد صالح، غيرنا جو وايد بالمخيم. تعودنا إن إحنا كل مرة نكون بالاستديو، بس صالح شايك لازم نتفق اتفاق إحنا كجروب، رأيكم شباب إن بين فترة وفترة كذي نطلع برا الاستديو نغير جو؟ طبعاً. وأنت هذا شيء ضروري. صح. تحياتنا حق عبد الله ومشاعل طافكم وأحمد وأسرار، كان المفروض تكون معنا بس لبعض الأسباب الخاصة امتنعت عن الحضور. ان شاء الله في ايام جايه راح يكون في عندنا الكثير من الفعاليات. احنا وايد استانسنا. انت استانس صالح؟ اي والله ريلي وي هاف. بس وجهك تعبان شويه لان كنت لا لان كنت طول اليوم انت هايبر اسم الله عليك مستانس على الجو، واحنا كنا وايد كلنا مستانسين على الجو واليوم على الحلوه والبر. على فكره وايد البرد يوكل، كلينا اكل اليوم وايد. صح البرد يوكل ويونس بس الوقت، لان هذه الاجواء ما راح تنعاد الا اذا الله اعطانا عمر ان شاء الله في العام القادم نكست يير. طبعا ما لا يشكر الناس لا يشكر الله، خلنا نشكر كل الناس اللي ساعدونا اليوم. صح. في اتمام هذه الحلقه في البدايه نشكر المخرجه الفذه ساره البائن، ونشكر المخرج الحلو احمد طلب، والمخرج العزيز محمد الحاج، ونشكر احلى اسعد واحلى سيد اللي كانوا موجودين معنا اليوم. اكيد. ونشكر ايضا مها العجمي على استقبالها اليوم لنا في المخيم، وشكرا لكل من ساهم معانا اليوم. انا بصراحه اعتبر ان الحلقه نجحت لان احنا استانسنا، هذا اهم شيء. اكيد احنا استانسنا، وهم انا حابه اشكرهم كلهم الستاف، ما له داعي طبعا اقول اسامي، انت قلتهم كلهم، فالشكر لهم كلهم. تعبنا اليوم وايد واستانسنا، وكل مره ان شاء الله راح نسوي حلقه كذي جديده. انت استانس صالح؟ حدي شنو احلى شيء في رحله اليوم؟ كل شيء صراحه، كل شيء كل شيء. والحصان شويه كان شويه في خوف بس كان حلو، يعني تجربه حلوه. والبعير بعد الجمل. صح حتى الجمل شويه كان في خوف منك لان نزلتها وصعدتها صعبه صالح، بس استانسنا جربنا شيء جديد. نعم الله يعين اللي كانوا يسافرون اول عن طريق الجمال والحصن. عموما هذه كانت حلقتنا، كل عام وانتم بخير، والله يتمم عليكم ان شاء الله نعمه الامن والامان، وترجع مرة ثانية حلقات رايكم شباب الخارجية معاكم بين فترة وفترة. راح اشوفكم باكر بنفس الموعد من الساعة 5 للساعة 6. باي باي باي. اوف لا 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 الله يخليك، خلاص كافي كافي. لا 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 هلا هلا. شوفوا انشقت، قولي طحن، قولي كيف تخلنزل؟ شباب اليوم من 5 ل 6 والله مو مهدود. قولي طحن، قولي كيف تخلنزل؟ لا بس شيء، ليش انا انزل شيء؟ ما لنا شغل.